واعتذار واضح بلا لف او دوران. بيك اعتذار واضح للفنان الكبير هاني شاكر، وقال ان انا ما كانش قصدي ولا يمكن ده يعني، وبيقول انا بترك الفنان هاني شاكر اللي هيحكموا عليا، ما عنديش اي مشكله على الاطلاق، ولكن هو بيعترف بالخطا اللي عمله، وانه ده ما كانش يعني كان وليد الوقت اللي هو موجود فيه النقابه، وعايز ياخد تصريح عشان زي ما قال يعني عشان الناس اللي معاه، الناس بتاكل عيش ويقدر يشتغل، فلقى الدنيا مقفوله، ولكن هو بيعتذر باعتذار واضح للفنان هاني شاكر، وانه مش ممكن بعد كده هيلجا لهذا هذه طريقة مرة أخرى. قال إن هو بيحب البلد، وإن هو لا يمكن البلد زي ما قال زي والدته، وبالتالي إزاي يبقى ضد البلد، بالعكس هو مع البلد وبيحب البلد. غنيت إزاي؟ غنيت اللي أنا عيلتي كلها سنانين وجزارين. عيلتك؟ سنانين وجزارين. وجزارين. فأنا والدي أنا قال لي أنا عاوزك تعمل أغنية. فنزلت عملت الأغنية. وبس بدأ مشواري بقى من هنا. يعني ايه اللي انا عمله؟ معلش، اللي انا والدي طلب مني ان انا اغني. عشان ايه طلب تغني؟ عشان عشان اغنيه تسمعوها انتوا كعيله وفي الشغل، ولا انا شو كنت بحبه وانا قاعد في البيت بغني كده، كنت بتغني؟ فهو طلب مني ان انا اغني. فنزلت عملت الاغنيه. فانا ما كنتش اعرف حاجه اسمها فيس ولا يوتيوب ولا انستجرام ولا الكلام ده. بس فصحابي اخذوا الاغنيه رفعوها، الاغنيه بدات اللي هي تشتغل في الشارع، الناس تسمعها.